يعملون في الليل من أجل أن يحموا النهار. أولئك الأبطال من يكافح الأشرار. الأبطال الليل الأبطال الأبطال نحارب الأشرار ونقضي عليهم. ليس بذلك خيار. الأبطال الليل الأبطال الأبطال أبطال بلباس النوم. خطة الزاحف للتخلص من الجليد. ما هذا؟ ثلج؟ لكننا في منتصف الصيف. كتل ثلجية؟ هي كان ذلك رائعا. الثلج يغطي المكان بأكمله. الجميع ينزلقون ويسقطون. لكن هذا يحدث في نهاية الشارع فقط. ما الذي يجري؟ سنكتشف الليلة. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموطن والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. جل يتحول كونر إلى الفتى القط. تتحول أمايا إلى نعم. يتحول غريغ إلى ساحر. المقنعون الصغار. مركبة الزاحف تلتصق بأي شيء. إنها مناسبة للجليد. ماذا عن لنصعد على طائرة البومة؟ سنرى كل شيء من الأعلى. فكرة جيدة أيتها البومة. لكن فكرة مركبة الزاحف. كلا، ربما هما على حق. هيا أيها الزاحف لننقذ الموقف. تجمدت نصف المدينة تقريباً. حتى القطط والكلاب تصادقت لتنعم بالدفء. ما ذاك؟ النظرة ثاقبة. انظرا، مختبر روميو. هذا ممتع للغاية. كنت أعلم أن روميو السبب. هناك شيء في الجهة الأمامية. إنها تبدو كآلة الثلج. اتبعيها أيتها البومة. أها، كنت أتساءل متى ستظهرون أيها الأخيار المقنعون. ما الذي تنوي فعله؟ أليس واضحا؟ سأحول المدينة إلى أفعوانية جليدية من أجل اختبار جديد. ثلاجة الاختبار خاصتي. ها، تقريبا أمسكته. هل تريد جولة رائعة روميو؟ استخدم عضلات الزاحف الخارقة لدفع مختبرك على عجلات. لا يتعلق الأمر بالمرح وحسب، رغم أنه ممتع. بينما تنزلقون وتسقطون في كل مكان، سأقوم بالسيطرة على العالم بأسره. سيسيطر روميو على العالم بأسره؟ إنه منحدر. لا يمكنني العبور، يجب أن نهبط. علينا إيقافه قبل أن يجمد شيئاً آخر. إنه سليق للغاية. شكرا لك. هي، ربما علي مطاردة روميو. فقدماي لاصقتان. مهلا، لدي خطة ستنجح. لكن خطة اللاصقة أحتاج بعض المساعدة.
التأجيل. بسرعة اعثري بنظرك على روميو، ثم احرصي على ألا يرانا أنا والزاحف. هيا بسرعة. النظرة الثاقبة هنا. حسناً أيها الزاحف، سأتسلل إلى المختبر من أسفل وأنت من الأعلى، ثم سنسيطر عليه قبل أن يعلم روميو بوجودنا. قفزة القطة الخارقة. لابد أنها الرياح. الآن يقفز الفتى القط على الأنابيب كالنمر ويتسلق مستعيناً بقدراته. لا شيء يقهر الفتى القط. ما الذي أخرك؟ القط المسكين، والآن ابتعد عن مختبر المتثلج. احترس أيها الفتى القط. الجو بارد وأنا عاجز عن الحركة، أخرجني من هنا روميو. بوما، أظنني قادر على إيقاف روميو. انظري. ليس الآن، عاد. الفتى القط، ماذا نفعل؟ لا تقلقا بشأني، روميو يهرب. أوقفه. ألا يمكنكم مجاراتي أيها المقنعون الصغار؟ قد نكون أبطالاً خارقين، لكن فتى القط عبارة عن مكعب من الجليد. علينا أن نجد خطة وبسرعة. هذا ما أحاول قوله. أنا... هاي، عرفت ما الحل، لكن أحتاج إليك. لكن مع خطتي. حسناً، ماذا أفعل؟ يا جناحي. جيد، حسناً، سأربط الحبل بالمختبر ثم ستستخدم قوتك لإيقافه. أجل، لكن... ثم سنسيطر على آلة الجليد. انطلق. هيا. أتظن أنك ستتغلب على عبقري مثلي أيها الأحمق؟ العضلات الخارقة. هيا، لا أملك قوة خارقة. هجوم الريشي المتجمد. مكعبا ثلج صغيران وسط الشارع. مكعبا ثلج صغيران باردان جدا. زاحف، لدي خطة. خطتي أفضل. يجب أن تنتهي هذه المهزلة. علي الالتزام بخطتي واستخدام قواي الخارقة. حان وقت البطولة. القطة الخارقة. حان الوقت لاتباع خطتي. ساعداني بتحطيم فوانية روميو الجليدية قدر المستطاع. مستعدان لتسديد كرات الثلج. هي، قد تنجح خطة الزاحف. هيا لنحطم بعض الجليد. الحمقى يحطمون فوانيتي الجميلة. لم يبقى أمامي سوى طريق واحد. والآن سأري روميو كيف هي الحركة فوق الجليد. القطة الخارقة. مرحبا روميو. بفضل القطة الخارقة أتحرك فوق الجليد أفضل منك. هراء، مختبري المتزلج صنع على يد عبقري وهو أنا، لذا من المستحيل أن يهزم أمام أصحاب العقول الصغيرة. لنرى. انطلق أيها الزاحف. لن تمسك بي. عضلات الزاحف الخارقة.
الوقت لتحريركما أيها المقنعان. أجل! لقد أحسنت صنعاً، كانت خطتك رائعة. أجل، نعتذر لأننا لم نصغي إليك مسبقاً. كلا، إنها غلطتي أنا، حين تخطر لي فكرة جيدة علي التمسك بها. أين أنتم؟ يبدو أن روميو قد تجمد كلياً. أيها المقنعون الصغار المزعجون، تقومون دائماً بإفساد متعتي. سأهزمكم في المرة القادمة. حسناً، هناك الكثير من الجليد، ومن هو أفضل منا لإذابته قبل صباح الغد؟ فلنهتف معاً، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس دائمون. لا جليد اليوم، أنذهب للحديقة؟ سنركب دراجاتنا، لكن من الأفضل أن... في الواقع، أنا لدي خطة لنذهب إلى حديقة الألعاب المائية. فكرة رائعة، هيا بنا. أوه، لابد أنني نسيت هذه. الزاحف ينقذ عيد الميلاد. أوه كونار، العيد غدا ولم يتساقط الثلج بعد. سيكون الثلج مذهلاً، مع ذلك سنستمتع. لا أستطيع فعلها. ما بك؟ غداً العيد، لست متحمساً؟ ليس فيما يتعلق بالتزلج، لم أجربه من قبل ولست بارعاً فيه. سنساعدك، هيا حاول، هذا جزء من العيد كالشجرة. أجل، مع أنوارها وزينتها. أي أنوار وزينة؟ لا، لقد اختفت. أين ذهبت الزينة؟ والخيوط الفضية، حتى النجمة اختفت، كانت جميلة. الزينة كانت جميلة وكثيرة. لا يمكنها أن تختفي، لابد أن أحدهم أخذها في الليل. كيف لأحدهم أن يصل للأعلى؟ إنها مرتفعة. سنكتشف ذلك، ولكن بدون زلاجات الجليد. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس رائعون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهارهم. أجل! يتحول كونر إلى الفتى القط. تتحول أمايا إلى بوبا. يتحول غريك إلى الصغار. من أخذ الزينة صعد للقمة، ونحن بحاجة لبلوغها. هيا إلى طائرة البومة. انظرا، إنها الفتاة لونا. يا إلهي، إنها تسرق هدايا الجميع. عيد الميلاد غدا، ولن يجد الناس هدايا ليفتحوها. أيتها الفتاة لونا، أعيدي تلك الهدايا، فهي ليست لك. انسوا الأمر أيها الأخيار، إنها لي، عيد الميلاد لي وحدي، لي لي. اسمعا، إن وصلنا إلى لوح لونا لن تتمكن من بلوغ المداخن. فكرة جيدة، هيا بنا. سأوقعها أرضا. يا جناحي. لكنني لم أرقب لوحة لونا من قبل، لا أستطيع فعلها.
أيها القط، سأرحل من هنا. زاحف، أنت على ما يرام؟ أجل، عرفت أنني لن أتمكن من ركوب لوح لونا، أعتذر. لا بأس، لنلحق بها. الطائرة كبيرة ولا يمكنها الدخول. اسمعي، الحقي أنت بها وسنتبعك من الأسفل. هيا هيا هيا. أخبريني لونا، ماذا؟ لما لا تعيدين تلك الهدايا؟ لأنني لا أريد ذلك. تعالي وخذيها إن استطعت. هاي، إنها لي أيتها الحمقاء. لا 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 يا صديقي، أحتاج لوزن إضافي لإنزالها. قفزة القط الخارقة. ها، القط المزعج مجددا. حسنا، لنرى إن كانت القطط تحط على أقدامها. عذر. ابتعدي. لا ابتعدي. لا، أنا قادم. زاحف، اركب لوح لونا وأخرجها من هنا. أركبه مجددا؟ لست بارعا في ذلك. هيا أرجوك، أراهن أنك ستنجح إن حاولت. يا إلهي، هذا أصعب من التزلج على الجليد. مستحيل، لا يمكنني القيام بهذا. زاحف، أنت على ما يرام؟ لا أتقن هذه المهارات. حسنا، لا بأس، نحن سنتولى الأمر. لنلحق بالفتاة لونا. هذا يكفي، حان الوقت لتتوقفي. حان الوقت لإيقافك. هجوم الريح. أيتها البومة. هل أرسلت لك ريشك أيتها البومة؟ أعتذر. قفزة القط الخارقة. أصبت بالدوار ولا يمكن أن أساعد، لا أستطيع التحليق باستقامة. عليك القفز على لوح لونا لمساعدة الفتاة القط. مجددا، لكنني لا أجد ركوبة. لا يمكنك معرفة إذا كنت تجد ذلك لأنك تقفز عنه. عليك المحاولة. يمكنك. الفتاة القط، أنت محقة، يجب أن أحاول إنقاذه على الأقل. حان الوقت لأصبح بطلا. تخفي الزاحف الخارق. أين احتفظت تلك السحلية المخبولة؟ ماذا؟ أين كنت؟ هاي، شكرا، هذا لي. يمكنك فعل ذلك. زاحف، سأسقط، اسحبني. لكن إن انحنيت سأفقد توازني. أصمت، سأنقذك، أعدك. علي فقط الثبات ومحاولة التحليق. أوف، زاحف، احترس. هذا رائع نوعا ما، لكنه صعب، علي توجيهه. انتبه إلى الجدار. نحن على ارتفاع شاهق. لا تهلأ ولا اصطدمنا. صحيح، الحذر. أجل، سأهبط به ببطء. أحسنت، عرفت أنك ستنجح. أرأيت؟ كان عليك المحاولة. أجل، عزاز، اتركوني أيها المقنعون. انتهى الأمر الآن. أجل، حصلنا على لوحك الخاص، حتى لا تسرق المزيد من الهدايا. هذا ليس عدلا، لم أحظى يوما بعيد ميلاد حقيقي، أنا هنا وحيدة. ماذا؟ أتعنين أنك وحيدة في العيد؟ هذا محزن للغاية. اسمعي، لما لا تمضين عشية عيد الميلاد معنا؟ معكم؟ أجل، علينا إعادة هذه الهدايا والزينة، يمكنك المساعدة. ثم سنقضي العيد معا، ما رأيك؟ حسنا، على ما أظن. اصعدي إذن، سننقذ عيد الميلاد. أجل، أجل. Thank you.
والآن الهدية الأخيرة. أحسنت، أصبحت بارعا جدا في ركوب لوح لونا. شكرا، وبعد أن أتقنت ذلك أحببته. ساعدتنا بالفعل لونا، لذا تستطيعين استعادة أشيائك. حسنا، عليكم الرحيل الآن، فعيد الميلاد انتهى بالنسبة إلي. اطمئني، لن نغادر الآن، هناك محطة أخيرة. أليست جميلة؟ أعتقد، لكن عيد الميلاد انتهى الآن ولم أتلق أي هدية. بلى، تلقيت زلاجات، لكنني لم أتزلج على الجليد من قبل. لا بأس، ولا أنا، لكننا سنتعلم. هيا دعينا نحاول. فلنهتف معا، نحن المقنعون. أنقذنا العيد والناس نائمون. أجل. هاي، ما الذي يجري؟ ها؟ الثلج يتساقط في العيد. التقطوه بألسنتكم. مشكلة الفتى القط العويصة. لمستك، سأصل إليك. قط مسكين، القطط لا تحب البلل. على عكسنا، هيا إلى المرشات. مرحبا. ما الرائع بشأن المرشات؟ إنه مجرد رذاذ بسيط. أعرف، كنت فقط أستمتع بالمطاردة. حاول أن تبتلع قليلا بالمياه، رائعة وباردة. لكنني لا أشعر بالحر. لا بأس، لكن المرح يفوتك. أنا قادر. ماذا جرى؟ ما الذي يجري؟ ماذا لو لم تنحسر هذه السحب ولم نلعب ألعاب الصيف مجددا؟ اطمئني، لن يحدث ذلك. علينا اكتشاف مصدر السحب الغريبة. لنتبع الخرطوم. يتصل بالخزان الذي يحتفظ بمياه المرشات، لكنه فارغ الآن. ماذا كانت السحب السوداء تفعل في الخزان؟ من وضعها هناك؟ عثة، هذا يعني الفتاتلونا. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ المدينة. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى نعم. يتحول غريك إلى زاحف. نعم. يتحول كونر إلى الفتى القط. لمنع ظهور المزيد من السحب، علينا إيجاد الفتاة لونا. لنلقي نظرة أخرى على خزان المرشات، ربما سنجد دليلاً. إلى سيارة القط. ماذا تفعل؟
دعونا اصنع السحب. اضعيها في الخزان. لونا، ما الذي تخططين له؟ يا لها من مفاجأة، علمت أنكم ستسارعون بالعودة إلى أعمالكم الخيرة تلك. لماذا تصنعين السحب السوداء؟ لا يستطيع أحد اللعب اليوم. هذا هو بيت القصيد أيها الزاحف، لا يتسنى لي لعب ألعاب الصيف السخيفة، لذا سأحجب الشمس بسحب الحاجبة كي تعجزوا عن ذلك أيضا. يمكنك اللعب معنا. لمستك. ألعب ألعاب النهارية سعيدة مع المقنعين الصغار المزعجين. اليوم مجرد اختبار، حالما يمتلئ الخزان سأطلق السحب في آن واحد وسينتهي الصيف. سينتهي. سينتهي الصيف، سيكون هذا مريعا. شتت انتباه الفتاة لونا، ثم سأنتشل المغناطيس وأعكسه لجذب كافة السحب للداخل. أو حقا، تظنك قادرا على سرقة مغناطيس لونا أيها القط؟ حسنا، انظر ما لدي من أجلك. كيف للسحب أن توقفني؟ أعرف كم تكره القطط الماء، لذا هذه سحب مطرية. قوة لونا، أرسل السحب إلى الفتى القط. اطمئنا، سنلتزم بالخطة، أستطيع تولي الأمر. حسنا أيها القط، كن قويا. أعجز عن تولي الأمر. أيتها السحب، أمطري على الفتى القط أينما ذهب. لا لا يا فتى القط، ماذا تفعل؟ نحن نحتاجك. علينا الحصول على مغناطيس لونا. ابتعدي أيتها السحب المبللة. اسمعي، شدت انتباهها وسأذهب للمساعدة. جناحي خارقان. يا فتاة، لن تمسكي بي. هي أيها الزاحف، أسرع. أنا قادم أيها القط، هيا بإمكانك أن تنجح. قوة لونا، عليك بذلك الزاحف. أبعديها عني، لا أرى شيئا. بها. ابتعدي أيها الزاحف. ابتعدي عني أيتها السحابة. ليتني أتفادى المطر. مغناطيسي، أركض أيها الفتى القط. هيا أيها الفتى القط. نعم، الفتى القط يركض بسرعة الرياح مع جفافك. إن لم تردع لونا قبل الفجر ستجعل السماء ملبدة بالغيوم. آسف، أكره البلل، لكنك محقة، لن أخذلك مجددا. هيا بنا. قوة لونا، اجعل السحابة أكبر حجما ورطوبة ودعيها تطارد الفتى القط. أحب مراقبته يهرب كقط صغير خائف. أستطيع فعلها، أستطيع فعلها. لا، لا أستطيع. لا تهرب، تلزمني مساعدتك لردع لونا. لا تقلق، إنه مجرد ردات. قوة لونا، عليك بها. أين أنت لونا؟ أزيلي هذا عني. تفلتي بفعلتك هذه. أظنني سأفعل، ما دمت قطا جبانا يكره البلل فلن تستطيع فعل شيء حيال الأمر، وهذا يعني إنني انتصرت. انتصرت. أيتها السحب، تتابعي في صف وطوقي ذلك القط الجبان.
لا لا لا. ها، سأعود الآن لملء الخزان بالمزيد من السحب. قوة لونا، اصنعي المزيد من السحب، وضعيها في الخزان. أيها أنقذنا. أستطيع النجاح، أكره البلل، لكن ليس بقدر ما أكره تخييب ظن أصدقائي. حان وقت البطولة. سرعة القط الخارقة. أنا قادم يا صديقي. أسرع من الرعد. الفتى القط يركض بسرعة أسفل السحب ويجعلها تتبعه. ماذا؟ مهلاً، ماذا تفعل؟ إن كنت سأبتل يا لونا فسيصيبك ذات الشيء. غرقت. كفى كفى. ما علي سوى عكس أثره. هي. أصلح الأمر يا صديقي. بسرعة أيها الزاحف، ساعدني، علينا التخلص من السحب. لك ذلك. عضلات الزاحف الخارقة. نجحنا، تلاشى جميع السحب وأنقذنا نور الشمس. أعدي هذا. لا. مغناطيسي، كيف سوف أستخدمه الآن؟ سأصلحه وأنال منكم في المرة المقبلة أيها المقنعون. لقد نجحت، كنا واثقين. البلل ليس بالأمر السيء، لا سيما وأنه منوط بإنقاذ أصدقائي. فلنهتف معا، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والنهر الأيمون. ياي سأسبقك، لن تمسك بي. هاي، ابتعدي عن طريقي، لماذا تفعلين ذلك؟ هذا لا يعني أنني لن ألعب معكما. لوم القطار أيتها البومة. هيا هيا أسرعا. ما سبب حماستك الشديدة أمايا؟ بسبب اللعبة الجديدة في الملاهي، قطار الملاهي الطيار. أخبروني عنه بالأمس، إنه سريع، ستشعران وكأنكما طائران. أحب الانطلاق بسرعة. الجميع يريدون ركوب اللعبة لأنها أسرع لعبة في العالم كله. هيا لنلقي نظرة عليه. سيداتي سادتي أيها الفتية والفتيات، قطار الملاهي الطيار أمس الآن مختفيا. أين القطار؟ كيف له أن يختفي؟ كنت متشوقة بشأن الطيران. كيف يمكن لقطار كبير أن يختفي؟ القطارات تسير على السكك صح؟ ثمة منعطفات وحلقات دورانية، وهذه السكة لا تزال مغلقة. كيف له أن يخرج عن السكة ويتابع مسارة؟ انظرا، كانت هناك سكك أخرى للقطار لكنها اختفت. سكك قطار تختفي؟ هذا من صنع أشرار الليل. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهارهم. يتحول غريغ إلى زاحف. نعم. يتحول كونر إلى الفتى القط. تتحول أمايا إلى بوما. سنتبع تلك الآثار، علينا البقاء على الأرض. حسناً، معك حق، ولكن أردت أن تركبها فقط. حسناً، إذن هيا إلى سيارة القط. أنا سأفعل.
قليلة الصبر. هيا بنا لننطلق. انظرا انظرا لا شيء. مهلا، هذه اثار سكك القطار المفقودة، نسيتي؟ إذا تتبعناها سنجد القطار. هيا بنا. أكان ذلك مختبر روميو؟ بدا كذلك يا زاحف، لكنه كان يتحرك عشوائيا. أنتما انسيا أمره، كونه في مختبره يعني أنه لا يقود القطار، وعلينا أن نعرف من يقوده. هيا هيا بنا. اتفقنا. مهلا. اختفت الآثار. كيف سنجد القطار الآن؟ النظرة الثاقبة. أرى شيئاً في الأفق البعيد، شيئاً سريعاً. ها هو القطار. أرأيتما؟ أخبرتكما أنه سريع. لنرى الآن من يقوده. روميو! مرحباً أيها المقنعون الصغار. لكننا رأيناك تقود مختبرك. لم أكن أنا، لا أحد يقود مختبري. لقد أصابه تماس كهربائي وانطلق من تلقاء نفسه. من الجيد أن لدي هذا القطار فائق السرعة لإيقافه. من أين لك بهذه السكك الحديدية؟ المسألة بسيطة، الفضل يعود لاختراعي صانع السكك، إنه يصنع السكك في كل مكان. عجباً، إنه مذهل فعلاً. الاختراع الأروع هو ذلك الموجود في الخلف والذي يفكك السكة. ولكن هذا القطار لا يلزمك، سنعيد المختبر لك. ها، وكأنني سأستغني عن هذا القطار حالما أستعيد مختبري. مستحيل، مستعيناً بأدواتي المخبرية أستطيع زيادة سرعة هذا القطار، وسأغدو أسرع شرير في العالم. ها؟ ها ها، ها أنت يا مختبري. وداعاً أيها المقنعون الصغار، يبدو أن هذا القطار فاتكم. يجب علينا أن نوقف روميو قبل أن يجعل القطار أسرع وأخطر. أمرك أيتها البومة، ها نحن ذا يا روميو. القيادة الآلية. أوه رائع، هذا القطار مذهل فعلاً. اقتربت منك يا مختبري المشاكس. ها، لن يمسك بي المقنعون الصغار مطلقاً بسيارة القطط البطيئة جداً. هيا بنا فلنوقف روميو. جناحاي الخارقان. ها، احذري. الطيور كانت ستأكلني. شكراً يا فتى القط. لسنا مستعجلين، سنحقق هدفنا. هي اسمعها، لنتسلل خلفه ببطء شديد. نم البطء، لننطلق. أيتها البومة، أنا بخير. ها، أيعقل أن يكون المقنعون الصغار على متن قطاري؟ سأحرص على ألا يكونوا. أنا آسفة، يبدو أنه اكتشف أننا على متن القطار. لا عليك، لدي فكرة جديدة، سنداهم روميو في آن واحد ولن يتمكن من إيقافنا. سنعد لثلاثة، سنركض معا ونقفز. واحد، اثنان. هيا بنا. أيتها البومة. حسنا. لما أنا متسرعة، لما لم أستمع لفتى القط والزاحف؟ هو اقترب أكثر من مختبره. كل هذا لأنني متسرعة. أنت بخير؟ أجل، آسفة، تخططانني لشيء ويفشل بسببي. آسفة. لا عليك، تحمست بشأن ركوبنا القطار. سأتولى أمر الذراع الآلية. عضلات الزاحف الخارقة. الآن أنا لدي خطة، وحتى تنجح علي أن أتريث.
حان وقت البطولة. أجل. أعلم بوجودكم أيها المقنعون الصغار، لكن لن يطول بقاؤكم. بسرعة، ما هي خطتك؟ سنوقف القطار نهائياً، وسنفعل ذلك معاً يا صديقي. أنت اقفز وأحضر بعض الأغصان، أنت اسحب بالقرب من صانع السكك. لك ذلك. بعدها دوري أنا، سأحمل الأغصان إليك وسنستخدمها لتعطيل صانع السكك وإيقاف عمله. دون سكة لن يصل القطار إلى مختبر روميو. هذه خطة رائعة، أظنها ستفلح. حتى تنجح أنجزا مهمتكما. المقنعون الصغار، هيا. أوبس، علي التذكر، لا تتسرعي. هيا يا فتى القط. سأذهب. لا، سأنتظرك. هيا يا صانع السكك، اصنع المزيد من السكك، المزيد. قفزة القط الخارقة. حسناً، حان دوري الآن برفقاً وتمهل. أحسنتِ سرعاً بوما. ماذا؟ توقفوا أيها المتطفلون. لقد فات الأوان. أيها الزاحف، عطل صانع السكك. لا. واو، خطة الزاحف الخارقة، تشبثي بي. رأيت روميو، أخبرتك نستطيع إيقاف مختبرك. مختبر الحبيب. أجل أجل أجل. لقد خسرت القطار، لكنني لن أخسرك يا مختبر الحبيب. لنعد هذا القطار أدراجة. سيصر جميع زوار مدينة الملاهي. سأهزمكم في المرة القادمة أيها المقنعون الصغار. لم يشكرنا على المساعدة حتى. لا تقلق يا زاحف، أنقذنا قطار الملاهي الطيار. فلنهتف معاً نحن المقنعون. أنقذنا القطار الملاهي. ياي، تعالوا. اقترب الوقت. ركبت القطار مرة، لكنني أريد ركوبه مجدداً. اركبوا قبلنا. حقاً؟ شكراً أمايا. سأنتظر. استمتعوا، القطار سريع. مستنسخو الفتى القط. والآن سأتدرب على التصويب باستخدام جهاز استنساخ الأشياء. روميو وجهاز استنساخ الأشياء. سأستعين بتخفي الزاحف الخارق وسأخذه. ألقه إلي وسأمرره للفتى القط و... أوه، لدي فكرة أفضل، سأحضره الآن. سرعة القط الخارقة. هاي، ماذا؟ أيها الفتى القط، أنت مستمتع في الآلة أيها القط؟ أنزله أيها الروبوت، عضلات الزاحف الخارقة. أنت تتبع الأسلوب الخاطئ، جرب هذا. لنتصرف معاً هذه المرة، سأحلق مع الزاحف وبعدها. انتظري، قفزة القط الخارقة. تخفي الزاحف الخارق. أعده إلي. مهلاً، ماذا تفعل؟ توقف. عضلات الزاحف الخارقة. لا، ستدفعون ثمن فعلتكم في المرة المقبلة أيها المقنعون. لنحتفظ بهذا الجهاز في مقرنا. فلنهتف معاً نحن المقنعون. أنقذنا الموقف ونازل نائمون.
التخلص من جهاز الاستنساخ ليس بالأمر السهل، أليس كذلك يا صديقي؟ أنقذ المقنعون صغار الموقف مجدداً. كانت خسارتنا وشيكة، تصرف أحدنا من تلقاء نفسه. آسف، أردت أن نفوز فقط، وفزنا صح؟ الآن ماذا سنلعب؟ كرة السلة، كرة اليد، لنلعب كرة القدم. انظروا إلى كل تلك الكرات. لابد أن روميو يتدرب على الاستنساخ، ولكن كيف؟ الجهاز في مقرنا. لنتفقد الأمر. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بوما. أجل. يتحول غريغ إلى صاحب. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. أذنا القط. أسمع روميو. كيف حصلت عليه؟ إنه في مقرنا الرئيس. لهذا لن تصبح عباقرة مثلي مطلقا. حالما اخترعت جهاز الاستنساخ استخدمته على نفسي لتكون لدي نسخة، وها هي استنساخ أجهزة الاستنساخ. واستنساخ الروبوتات. يا إلهي، علينا الحصول على ذلك الجهاز. لدي فكرة، سأنقذ لأخذه من روميو ثم أمرره لك أيها القط وتسلمه إلى الزاحف. سأنزع ذلك الشيء الوامض وأطفئه. استعدا لاستخدام عضلات الزاحف الخارقة. موجات صوتية قوية وستعطل الأجهزة. مهلا. سأستنسخ المزيد من الروبوتات، سيصبح لدي 4 منها. الموجات الصوتية. واو. أوبس. شكراً لمساعدتي على مضاعفة جيش الروبوتات. جيش الروبوتات؟ هذا صحيح، أخيراً سيمتثل جميع سكان الأرض لأوامري. ماذا لو لم نفعل؟ ستلتقطكم روبوتاتي وتلوح بكم في السماء حتى تغيروا رأيكم. إذا فعلت الروبوتات ذلك سيطيع الناس أوامر روميو. لنعد إلى خطتنا. الكرات الزاغبة. لا بأس، سننجز الخطة بمفردنا. أين ذهب جهاز الاستنساخ؟ النظرة الثاقبة. ها هو. لا، أعيديه إلي أيتها البومة البلهاء. زر الكرات عالق ولن يكف عن الإطلاق. لا بأس، لم يحدث مكروه. أجل، أنا بخير أيضاً. لا أصدق هذا. أيها الفتى القط، لقد تم استنساخك. أعلم. وأنا أيضاً. ما سبب اختلاف شكله وصوته؟ ربما مفعول جهاز الاستنساخ يختلف علينا بسبب قوانا. الروبوتات، انظروا. أحضري الجهاز حالاً أيتها الروبوتات، إنه لاستنساخك وليس للمقنعين الصغار. أعطني الجهاز أيها القط، سأنزع ذلك الشيء الوامض. لا أستطيع، ثمة الكثير من الروبوتات، لكن ربما إن كان هناك المزيد من المقنعين. يا إلهي، لا أصدق عيني، أصبحوا 4. أجل، لدي خطة وأنتم جزء أساسي منها. هيا، سوف ندحرج تلك الروبوتات. انتهى أمرك. ليس بهذه السرعة، يبدو أن نسخك لديها خططها الخاصة. ماذا تفعلون؟ دعوا الروبوتات. لدي فكرة أفضل، سأدحرج هذا الروبوت ليصاب بدوار. سأتسابق بهذا الروبوت حول المدينة. أنا سأدحرج الروبوت خاصتي لأطول فترة ممكنة. إلى اللقاء. احترسوا.
هذا مؤلم. روبوتات علقيهم في الهواء. علينا استعادة الجهاز، سنتبع خطتنا الآن؟ دعاني أحاول للمرة الأخيرة، لدي فكرة أفضل، ومع كل هذه القطط لن نفشل. سنستخدم هذه الجذوع لاحتجاز روميو، لكن كيف سنستعيد الجهاز؟ سأفسر الأمر لاحقاً، بسرعة. إلى ذلك الروبوت. مهلا، توقفوا، نحتاج تلك الجذوع. نحتاج إليها. توقفوا، التزموا بالخطة رجاء. لنتبع خطتي، ما خطتي؟ انتظروا حتى تروا قاذفتي. هذا مريع، ماذا دهاهم؟ يتصرفون من تلقاء أنفسهم كما تفعل أنت. بإمكاني تصويب الأوضاع، سأحضر الجهاز، اطمئنا. يمد الفتى القط مخلبه ويستخدم الجهاز. أنا قادر. هيا أمسكي بهم. لقد أفسدت خطتي. وأنت أفسدت خطتي، انتبها. هذا ثقيل. أمسكت بإحدى نسخ الفتى القط يا سيدي. هذه كارثة حقيقية. كان عليك أن تستمع لنا، نحن فريق، أتذكر؟ آسف، نسيت ذلك، شأني كشأن البقية. آسفون. حان وقت البطولة، سرعة القط الخارقة. إذا ما حررنا القطط سيكون عددنا كبيراً. ألديكم اقتراحات فريق؟ لدي اقتراح آخر. المقنعون الصغار موجودون عند الشجرة الموجودة خلفكم، أنزلوا القطط لنذهب إليهم. توقفي يا قطع الخردة، أنا بصدد الخروج، إنه كمين. حسناً أيتها القطط، سنستخدم اختراعاتكم. مرحباً. أجل. ها هم البقية، لنأخذ مواقعنا. هيا يا روبوتات. إلى ما يخطط المقنعون المزعجون؟ الروبوتات تكره الماء. والآن إلى الأخير، سرعة القط الخارقة. أمسك بذلك القط روبوت. لا لا لا، ابتعد عني. نجحنا، جهز عضلات الزاحف. لكن إذا ما أزلت شيء الوامض ستختفون. لن نختفي، بل سنعود كفتى قط واحد. هذا فريق، افعلها زاحف. عضلات الزاحف الخارقة. نعم. سأنال منكم أيها المقنعون، لقد قضيتم على روبوتاتي لكنكم لن تتخلصوا مني مطلقا. لنحتفظ بهذا مع الآخر، فلنهتف معا، نحن المقنعون أنقذنا الموقف والناس نائمون. كل شيء عاد كما كان، وأنت عدت إلى طبيعتك. أكيد. والآن ماذا سنلعب اليوم؟ ما رأيكما بكرة السلة؟ كرة القدم، أحب كرة القدم، لنلعبها. فلتقررا بدلا مني.